قبيل رحيل ترامب وتسلم بايدن السلطة، تودع طهران رسائلها في بريد واشنطن. مناورات عسكرية لا تتوقف، من المياه الخليجية إلى صحراء سمنان وصولا إلى بحر عمان. القوات المسلحة الإيرانية تقول اليد على الزناد، تذكر طهران بخطوطها الحمر وهي تكشف عن ميناء مكران المتنقل أكبر قطاعها البحرية العسكرية. تسمع إيران بهذا الإدارة المقبلة للبيت الأبيض، وتظهر لإدارة تشارف على الرحيل الجهوزية. وسط توتر في المنطقة يأبى الابتعاد عن حافة الهاوية منذ أسابيع. رسائل عديدة نبعث بها عبر المناورات، وهي أننا جاهزون للدفاع عن أمن المنطقة وبأن ردنا على الأعداء سيكون حازما. ما بعد ترامب مختلف، تتفائل طهران، ورغم الصعوبات الاقتصادية تقول إن سياسة الضغوط الأمريكية القصوى فشلت. بالمقابل تضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة وعلى أطراف الاتفاق النووي مزيد من التقليص لتعهداتها تقنيا، وتلويح بموعد وقف العمل بالبروتوكول الإضافي. ما نشهده في أمريكا ليس نهاية حكومة، بل هزيمة سياسة الضغط الأقصى والإرهاب الاقتصادي. والإدارة المقبلة بغض النظر عن سياساتها تعلم أن هذه السياسات فشلت تماما. رسائل طهران لا تقتصر على واشنطن، وإن كانت موجهة لها برأي مراقبين. رسائل إيران موجهة للإدارتين الأمريكيتين القديمة والجديدة، وأيضا لحلفاء واشنطن في المنطقة، خاصة الكيان الصهيوني. بالصواريخ وبتصريحات الساسة تستعد طهران لتغيير في واشنطن، ترفض أي تعديلات على الاتفاق النووي وتطالب برفع العقوبات. حددت إيران التحديات الخارجية التي تواجهها وأطر التعامل مع واشنطن، لكن ما يعول عليه ربما هو الخطوات العملية المنتظرة من الإدارة الأمريكية المقبلة. باختصار، ملف إيران أمام مفترق طرق. حازم كلاس، العربي،